من ليالي المنوعات. ضيفتنا النهارده هي مطربه مغربيه الجنسيه، جت مصر علشان تلاقي فرصتها، لان مصر طبعا هوليوود. قابلت مع كبار الملحنين المصريين زي بليغ حمدي، وبالفعل تم تقديمها والجمهور استقبلها باغانيها الجاني بعد يومين، انساني وتخلص حكايه. في اغاني كمان يا طارق زي عالبال، حاله ملل، مش هتنازل عنك، وروحي. طبعا عرفتوا احنا بنتكلم عن مين، احنا بنتكلم عن سميرة سعيد. والنهارده ضيفتنا زي ما طارق قال هي الفنانة سميرة سعيد في ليلة جديدة من ليالي منوعات وعلى شاشة النيل للمنوعات. خليكم معانا وتابعونا. كلنا شايفين الفنانة سميرة سعيد راكبة الأسانسير، سقف لها جامد أوي. عبروا عن حبهم وانا الحقيقه سعيده باللي بيحصل ده، سعيده بالتجمع ده، فعلا انا فرحانه بيكم جدا، وحاسه انه النهارده انتوا بتشاركوني فرحتي، حاسه انه النهارده شريطي بينزل، وحاسه ان كل الناس بتشاركني فرحتي، وان شاء الله شريطي ده يعجب كل الناس. حقيقه انا حابه ان انا اتكلم على كل الناس حبايبي اللي اشتركوا في الشريط ده واللي عملوا مجهود كبير جدا، بداية من الشركة اللي أنا بتعامل معاها، والحقيقة عملت مجهود.
محمد اللي نظمت الحفله كمان. سالي عملت مجهود جبار جدا انها تعمل حفله فيرست مول وانها تبقى بالبساطه دي وانها تبقى كل الناس متجمعه من غير اي تكليف يعني.